خليني بك نكمل لك معلش روح معلش لا سويت ومن بعد هيك صارت هذه اللي صار في فلاي روبور كاين اللي ظلم صحفيين كاين اللي ظلم سليماني ومن بعدها في الملعب ايضا زاد صراع بعد تسجيله للهدف كانه بينشر يفرح واش دار هدف واش دار لا لا اسمح لي ما تقول لي انا لا لا اسمح انا كيدير لي ما نفهمش انا قول لي اسمع انا نقول عليه انا واش نفهم كلمه غير لائقه ما نقولهاش صح انا بيا قلت لك راني ندير لك اسمع باسكو الكلمه ما تقاش خلاص شوف نكونوا كلارينات بدون ذكر الكلام بدون ذكر الكلام انا اللي مع سليماني تساعدك صح كل واحد يحتار انا اللي معاه وش هدر اراني معاه باش نقولها لك باسكو الناس هنا في الجزائر ما يحبوش واحد راجل نتوما هنايا في ليكيب ناسيونال لا دانيير فوا عندها عليه راك تعمم في الناس كامل لا 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 ماشي نتوما كي نهضر اسمع كاين فئه اللي نهضر عليها دوك نتا رضوان نتايا تشكر لي سليماني كاش نهار قلت لك علي يقول لي يعجبني سليماني كاش نهار قلت لك نورمال لا 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 سليماني واللي يقول لك ما يعجبني سليماني تقول لا لا رايه لا رايه نحتاج نقدر نقول لك يقدر يجي واحد اخر يقول لك احنا نقولوا سليماني مكافح ويسجل وكذا وخرج من علاش الناس دافعت على سليماني لانه خرج من العدم يقدر يفرضوا راني نحكي اسمع اسمع اللي ما يعجبوش سليماني تسمى نروحوا نسبوه لا لا انا ما احنا ما ناش نسبوا واحد يقول سليماني ما يعجبنيش يا رضوان يا رضوان دوك انايا انا هنا في البلاطو كاين بزاف لا ميكريتيكيوني معليش نو بصح انايا ما نرجع لحتى واحد كل واحد ربي يسهل عليه انا ماشي نقول لك اسمع نتايا الله يسهل عليك كل واحد كيفاش يشوف انا راني نهضر لك جبدنا سوجي تاع سليماني قلت لك انا راني مع سليماني باسكو هذا اللاعب هذايا نعطيك بك نعاود نقول لك شويه مشاريير عندها في وقت الكورونا اولاس كي كان يلعب في ليون ما خلاش يا اخي اللاعب ما خلاش حبي يدير حمله في فرنسا باش ما يجوش باش ما يجوش لهنا هو قالوا نجي ماشي قالوا نجي نو عيط للنقابه سنديكات على جوار سنديكات على جوار باش يجي الفريق الوطني باش تفيق باللي هذا اللاعب شحال نورمالمون شحال يحب فريق الوطني شحال يحب يجي يلعب في الجزائر دار اش فارق بيان سور يدير لي زيفور عيط للنقابه وقدام الناس ما باش تشوف باللي هذا هذا واليوم عرفت كنت هذا لا يبرئ انه يقول ولو اني انا نقول لك من جهه اخر خليني نكمل ما قالهاش لي وما قالهاش ليا وما قالهاش البن شيخ وما قالهاش الناس اللي يحبوه هو عنده جوج اميز بيان سور بيان سور نو 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 خليني نعطيك رضوان حب السيف لا 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 نعطيك معلومه نحن ندوا كونداني حاجه كي ما تكونش مليحه هذا ما كان مي تقول لي قالها لناس واحد اخرين انا نقول لك حتى الناس واحد اخرين تقدر تجاوب لهم بتسجيل الاهداف ما دار والو حاجه كراف رضوان ما دار والو حاجه كراف نقول لك باللي نقدر نتفهم انه ما يحدث داخل ارضيه الميدان وانتم في ثلاثه كنتوا لاعبين كره قدم وتقدروا تاكدوا هذا ترياجي تقدر ترياجي لا لا كاين كلام بديء يقال داخل ارضيه الميدان من الحاكم من المدربين من اللاعبين روح للاستاد برك واسمع صافا ديركو هذه تسرى دي جوار يقولوا كلام شفنا حارس مرمى مؤخرا قال كلام بديء والناس كاع سمعته في التلفزيون مي هذا ما يبررش ثاني راك راهو لا راهو احسن هداف للمنتخب الوطني لكل الاوقات ب 41 نعم احسن هداف نعم تحترموه شكون محترم لا لكن كاين ناس بزاف يقطعوا فيه يخليهم يقطعوا حنا نهضروا رضوان انت شوف انت كي نقول لك انت تقول لي شكون انت تقول لي شكون راك تنرفي فيا رضوان انت كي تقول لي شكون الناس هذا اما لا ميساج فيزي الناس اللي ما يحبوش قلت انت كي كيبني وما على باليش بيه اسمع كل واحد كل واحد ولا رياكسيون ديالو هو كان في السخانه هذيك صرا له ان بروبليم مع جورناليست حبوا يديروا عليه حبوا يديروا عليه داروا عليه ما على باليش انا داروا عليه كيما كيفاش يقولوا داروا عليه ما باش داروا عليه دعايات داروا عليه شغل كذا عفايس هضروا عليه انت لا مامو هذا الانسان لا مامو تحترمو لا مامو هدف تاريخي هاك قلت صح تاريخي هذا يقدر ينحي هذا نو اسم مامو تمد له احترام هدايا خليني المخرج المخرج او يشير لي نعاود نكملوا النقاش ولكن بعد فاصل اشهاري الحديث شيء يهضر ما خليتوش